السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم بنياتي تحت الطلب المتتبعات بزاف بنياتي المتتبعات ديال الوفيات تيطلبوا وصفات. هاد الوصفه ان شاء الله اللي طلبوها هما علاج للتكيسات، عندهم مشاكل التكيسات، عندهم مشاكل اللي بطانة الرحم، عندهم ما كت تشتش لهم يعني الجنين، وكي يتكرر عندهم يعني إجهاد متكرر، وعندهم مشاكل حتى في مياه كتكون عندهم في الرحم. واحد السيدة دوات معايا في التعاليق قالت لي عندها مياه كثيرة في الرحم ديالها، وعندها التكيسات وما كيخليوهاش، قالها الطبيب ما كيخليوش هادشي باش تحمل. بنياتي اليوم جبت لكم واحد الوصفة رائعة مجربة ومعروفة. هذه الوصفة اللي كتكون واحد المكون اللي هو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه صحيح: إن أمثل ما تداويتم به هو الحجامة والقسط الهندي أو البحري. هذا القسط الهندي اللي غنوريه لكم بنياتي معروف، ها هو القسط الهندي، ها هو كي موجود عند العطار. القسط الهندي راه ما كيكونش غالي، يعني الثمن ديالو في متناول أي وحدة واي انسان متناول ديالو. وهذا القسط الهندي سبحان الله العظيم من الطب البديل من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث صحيح هذا بان هذا القسط الهندي تداوي جميع الامراض، لانه تيرفع المناعه ديال الجسم، تيرفع راه كيداوي كلشي الفيروسات اللي كتكون في الجسم، اي مشاكل، لدرجه انه كيداوي حتى السرطان، تيداوي الغده الدرقيه، يداوي الفيروسات بحال الباتيت سي، بحال اي مشاكل كيداوي هذا القسط الهندي. هذا القسط الهندي غير خاصكم، قالت لي واحد السيده في الكومونتير راه عندها القسط الهندي، لكن ما عرفتش كيفاش تعمل لي وكيفاش تداوي به، لان هو خاصو الطريقة باش تستعمليها، يعني الطريقة الصحيحة هي اللي غادي تستعمليها، هي اللي غداوي به. تبعوا معايا بنياتي الوصفة من الأول إلى الآخر، لأن هذا القسط الهندي تيقضي على التكيسات، ما كيخليهاش نهائيا، لأن كترفع المناعة عند السيدات، كترفع لهم المناعة وكيقضي على التكيسات أيضا، حتى كتجيب حتى الدورة الشهرية اللي كانت منقطعة كتنزل بفضل هذا القسط الهندي. القسط الهندي راه مزيان للسيدات وايضا للرجال، حتى الرجال مزيان لهم القسط الهندي. القسط الهندي حتى هو مزيان لهم لجميع الامراض، لانه هو معروف خاصكم تبحثوا على هذا القسط الهندي او البحري. علاش كيقولوا القسط الهندي؟ لانه تينبت في بلاد الهند، هو كيكون بحري، يعني كيكون عنده واحد الرائحه بحال رائحه الحيوان، لا شميتي بحال رائحه، يعني كتشمي فيه رائحه، يعني رائحة بحال الحيوان، واخا هو من الأعشاب لكن في رائحة حيوانية فيه. مزيان هاد القسط الهندي راه معروف، راه موجود عند العطار. كيكون يا إما تاخدو عود بحال هذا، يا إما تاخدو مطحون، وأفضل تاخدو أعواد باش ما تاخدوش داك المطحون، تيكون مخلط بشي مواد ما تكونش مزيانة. تجيبو هاد القسط الهندي وبطبيعة الحال كتغسلوه مزيان، كتغسلوه وتنظفوه وتشمشوه، بحال دوكا تغسلوه بحال ليله كامله، تغسلوه هذيك الليله تحكوه مزيان بواحد الاداه بحال الشيتا، كتغسلوه مزيان من الاتربه حتى يكون مليء بالاتربه، وكتحطوه في الشمس حتى كينشف مزيان، وطحنوه. وهو الطحين ديالو قاصح شويه، تقدروا طحنوه عند ديو عند العطار وطحنوه، ولا طحنوه عندكم شي ماكينه اللي كطحن مزيان، طحنوه وتقطعوه طريفات صغيرين بحال كبر المقص، وعاد طحنوه، يعني طحنوه غلبلوه مزيان، ووجدوه في واحد القريعه تكون نوع ديال يعني قنينه تكون زجاجيه معقمه، وتحتفظوا به وتوليو تستعملوا ان شاء الله الادويه اللي غنقول لكم دوكا بنياتي اللي غتحتاجوا للتكيسات والمشاكل ديال الرحم، المشاكل ديال اي حاجه، وحتى للرجال اللي عندهم شي مشاكل حتى هو راه مزيان ليهم. وتابعوا معايا الفيديو من الاول الى الاخر، وما تنسوش لايك الفيديو وتبارطاجيو مع الاصدقاء لتعم الفائده ولكم الاجر والثواب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بسم الله على بركه الله. الوصفه المكونات ديالها في الوصفه كالتالي: القسط الهندي راه قلت لكم ابنياتي تشدوه وتغسلوه مزيان وتنشفوه في الشمس، وتعاودوا طحنوه وتغربلوه بحال هكا، غتحصلوا بحال هاد الشكل. هذا هو القسط الهندي مطحون ومغربل بحال كوايه، وغتحتاجوا
غتحتاجوا العسل الحر، العسل الحر، واحسن يكون ديال الدغموس. لما كاش عندكم العسل الحر تقدروا تعملوا معجون التمر، حيت هو علاش ديروه مع الحاجه حلوه، يا اما العسل الحر او التمر المعجون التمر، لان هاد القسط الهندي ملي كيتطحن وتبغي تتناولوه تيكون شويه مر، كيكون شديد المروره، ما تقدروش تتناولوه. وخا ديري تقدري ديرو تقدر اللي يقدر يقدر عليه، الا كانوا فيه مرض السكري وما تبغوش ديرو الحلاوه، تقدروا ديرو بحال هكا هاد المعالقه بحال هكا، وتشربوا عليها الماء في ساعه، تشربوا عليها الماء في ساعه باش ما تحسوش بديك المروره. اما اللي ما عندهاش مشاكل مرض السكري تعملوا مع العسل ومع معجون عجين ديال التمر. راه كاين عجين التمر كيتباع، تاخذوا عجين التمر وتمرمدوا فيه ديك المعلقه وتاكلوها. يعني هذا هو كيفاش ديروا هاد القسط الهندي. مثلا بحال السيدات اللي عندهم التكيسات كيتناولوه قبل الدوره، ما ديروش ما اثناء الدوره، قبل الدوره باسبوع كتبدا تناول كل نهار معلقه بحال هكا صغيره، معلقه صغيره من القسط الهندي، وتخلطها بالعسل الحر، العسل الحر، وتاكلها مره في اليوم، تاكلها حتى تفطر مع الصباح، تناول الفطور ديالها، من بعد الفطور ديالها تناول ديك المعلقه في النهار، في وسط النهار، يوميا مده اسبوع قبل الدوره. من يجي هاد الدوره تحبس تناول القسط الهندي، ما ديروش اثناء الدوره. ملي تسالي من هاد الدوره، من ورا الدوره ديروا اسبوع اخر من ورا الدوره، ملي تحيد من الدوره وتغسل وصافي وتوضى من الدوره، ديروا من ورا الدوره اسبوع ثاني، كون يوميا دير معلقه بحال هكا صغيره من مسحوق ديال القسط الهندي، القسط البحري او القسط الهندي، وتخلطوا مع العسل او مع معجون التمر، او اللي ما قداش اللي ما عندهاش هادو بجوج ديروا عين الماء، الماء تحاول تشربوا، تشرب الماء بهاد المعالقه يوميا، كاس تاع الماء مع معالقه ديال 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 القسط الهندي يوميا اسبوع لمده اسبوع. علاش قلت لكم ما ديروش اثناء الدوره؟ لانه كيدير نزيف، يقدر يدير لك نزيف اثناء الدوره، لانه هو كيجري الدم، تيجري الدوره الدمويه مزيان. لان علاش كنقول لكم راه مزيان للرجال؟ لانه كيجري لهم الدوره الدمويه، وتيحيد لهم اللزوجه من الحيوانات ديالهم المنويه، كتبقاش عندهم اللزوجه، وهذوك اللي كتبقاش عندهم اللزوجه كيكونوا الحيوانات المنويه سريعه، دغيا كتخصي بالمراه، دغيا تخصب بالمراه وتحمل ان شاء الله. علاش قلت لكم هذا القسط الهندي مزيان للنساء والرجال اللي الحمل، اللي عندهم العقم، اللي عندهم المشاكل ديال العقم ديال الحمل، يديروا هذا القسط الهندي، راه مزيان، تيحيد التكيسات، تيحيد كلشي مشاكل، يعني كيرفع المناعه، اي مشاكل اللي كتعلق بالولاده، حتى اللي كيكونوا البنات اللي كيدووا معايا كيقول لك عندهم كرات في الوالده، ولا عندهم شي بلسيس، ولا عندهم شي حاجه، ما كيخليش نهائيا الولسيس لا في الوالده ولا في الثدي ولا في اي بلاصه، لان هذا القسط الهندي راه مزيان 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 لدرجه انه تيقضي على اي مرض عندك في الجسم ديالك. هذا القسط الهندي، القسط الهندي كيعالج شحال من مرض، 100 مرض ولا ما عرفتش شحال من مرض كيعالج، لانه وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، بحاله بحال الحجامه، الحجامه كيحيد السموم من الجسم، القسط الهندي كيحيد السموم من الجسم. الحجامه كتعالج اي امراض اللي كتكون، القسط الهندي كذلك تيعالج. وغنعطيكم واحد النصيحه، اللي دارت الحجامه بلاصه الحجامه ديال اللي كتكون ديك البلاصه اللي كتكون فيها كيديروا فيها الكيسان وكيشرطوا، كيف دير الحجامه، تاخدي هاد المسحوق ديال هذا كداوي به ديك البلاصه سور بلاص، ما كتبقاش كتبان، يعني كداوي البلاصه ديال الحجامه ديال التشرار ديال الحجامه، لان هاد القسط الهندي كيرفع المناعه في الجسم، في اي منطقه كيرفع المناعه في هاد الجسم. يعني القسط الهندي احسن، كما كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، احسن ما تداويت بهم هو الحجامه والقسط الهندي. القسط الهندي راها صيدليه متكاملة لجميع الأمراض بنياتي وليداتي. هذا هو الوصفة اليوم اللي درت لكم بنياتي، وأتمنى تكون عجبتكم بنياتي.
نتمنى بنياتي هذه الوصفه تكون عجبتكم. عطيتها لكم اليوم خصيصه البنياتي اللي كيسولوا على الوصفات يعني الناجحه لتقضاء التكيسات على اي مشاكل اللي عندها اللي كتعيق لها الولاده ديالتها عليها بالقسط الهندي. القسط الهندي راها مجرم من اجدادنا الاولين، يعني من اجدادنا الاولين من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا القسط الهندي وهو دواء لكل داء، يعني دواء لكل داء، يعني اي داء عندنا هذا القسط الهندي تيداوي كل شيء، التكيسات واي مشاكل، حتى اللي كيكون عندهم الكره السيدات اللي كيشكاو من الكرات اللي عندهم في الوالده، ولا الكرات، ولا عندهم ولسيس في الثدي، ولا ولسيس في يعني في الغده، ولا في اي بلاصه، هذا القسط الهندي راه يقدر اللي ما يخليش. غير ديروه ما ديروش ايام الدوره، السيدات ما يديروش ايام الدوره لانه كيجرد الدوره الدمويه. اما الرجال يديروا في الوقت اللي بغاو يديروه، راه مزيان، راه مزيان، اسبوع من قبل الدوره واسبوع من ورا الدوره. هذه هي الوصفه ديالتي، والى اللقاء بنياتي كاملين. الله يعطيكم الذريه الصالحه، بغيت بنياتي كلكم اللي مشتاقه الذريه الله يعطيها الذريه الصالحة اللي تفرحها واللي تعمر حجرها، واي بناتي كلهم الله يعمر حجركم كاملين ويجيب لكم الدرية الصالحة. ومبروك على بنياتي اللي حملوا بالوصفات اللي فرحوني وجابوا لي التعاليق وفرحوني بانهم راح حملوا. الله يتربوا في عزهم، ولي ولدات مبروك عليها يتربى في عزها ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامة.